شي؟ الأستاذة بتضايقكي تروحي على طرف التلة. على طرف التلة؟ إيه؟ ليك قريبة؟ هي طلبت مني إني نادي لك. ليش بتضياني؟ بصراحة ما بعرف. ماشي ماشي شهانة؟ إيه؟ شوي وبرجع. إيه ماشي. إيه ألو؟ ليك هي جاية. طيب ايه وهلأ شو؟ لأنه شاينا بعتت براتشي لهون، شو رح نعمل؟ براتشي رح تجي لهون وهي حتلاقيني بدل الأستاذ ساراسوتي. ليك اجا، تعي تخبي يلا. بتصوري كل اللقطات. اصحي بتنسي. ايه ماشي يلا. مفهوم. ما في حدا هون. شو عم تعملي هون؟ الاستاذه ساره صوتي نادت لي. ليش عم بتكذبي؟ انتي شفتيني جاية لهون فلحقتيني وحركاتك هي كلها مكشوفة. انتي كتير كذابة براتشي. فكري شو ما بدك، ما بهمني. أصلاً ما بدي أحكي معك. أنا عم فكر كتير بس عن جد محتارة وبسأل حالي دايماً. بقصد يعني انتي هلأ هون بمخيم الجامعة، طيب أمك وينها؟ يعني بالعادة وين ما بتروحي حضرتك؟ يعني إذا كنتي بحفلة أو بمخفر الشرطة يعني عطول انتي بتجيبيها معك وين ما بتكوني. بس وين أمك اليوم؟ ليش ما جبتيها معي؟ كمان ما خبرتيني أبوكي وينه؟ أنا ما شفته. يعني هو ما نعايش معكم؟ يبدو أنه تارككم أنتو التنتين. بس للصراحة أمك مرة بتجنن كتير وعن جد ست لطيفة، والحقيقة أنا بحبها كتير كمان بس لهذا السبب. أنتي أنتي السبب الكبير. انتي اللي فرقتي بين المرأة وزوجها، حتى كمان بتعملي هيك بكل عيلة بتروحي عليها لأنك بنت معقدة، لا ومريضة كمان. وأكيد أبوك تركك انتي وأمك عايشين لحالكن وراح بسبب عمايلة. بس كيف بتعملي هيك يا براتشي؟ أكيد وجودك سيء كتير. لا هالحكي مو صحيح. هي الحقيقة براتشي، انتي ما عندك أب مشان هيك عم بتحاولي إنك تسرقي أبي مني. بعدي عن أبي أحسن لك، مو لأنه ساعدك مرة يعني تفكري بحبك أو صرتي مثل بنته، ما بسمح لك أبداً، عم تفهمي؟ لا براتشي، أنتِ ما بتصيري بنت حدا بهي الطريقة. يلا ورجي حقيقتك، إنك بنت مزيفة وكله تمثيل. إذا بس بابا بيذكر اسمك هاد مرة تانية على لسانه، رح أنهيكي. حاجتك تمثيل. بيني على حقيقتك قدامه، انتي كتير مزعجة، حتى امك رح تتركك شي يوم وتبعد عني. بكفي، انتي مشكلتك معي مو؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.